يعني بامبرز ولا اللي هلبسه؟ يعني أدوية يا علي وحاجات كتير جدا. ولا لسه المدرسة ومصاريف المدرسة ولبس المدرسة. وقبل كده يا أستاذ جميل في سرير جديد، دولاب جديد، والنبي يا بابا اديني فلوس عشان أجيب هدايا لأصحابي. يا ولسه لسه الدروس الخصوصية والمصاريف هتكتر إن شاء الله يا علي، إن شاء الله بيتك هيتخرب. حسن حط فيه يا استاذ علي. تعال كده يبقى فاضل لك المشاية. بس خد امسك. تمام كده يبقى عليك 1750 جنيه. انا ما بذلكش بس دي اسعار تجاريه. انت عارف بقى هبه حبيبتي بقى بتطلع عيني في الفلوس. انت جايب البتاع دي منين؟ عم اقول لك انت بتقول كده فاضل لي المشاية. طب انا هوريك دلوقتي حالا. ايه؟ قول يا فاضل 1750 جنيه. ايه يا علي؟ ايه مش عارفه انام. انا اسف علي عايزين فلوس عشان ندفع مصاريف المدارس ومصاريف العيال ومصاريف البيت. عندنا حاجات كتير قوي لازم ندفعها يا علي. انا محتاجه فلوس، عايزه ألف فلوس عشان ندفع مصاريف المدارس. حتى شعبنا عايز فلوس. عايزين فلوس يا علي، عايزين فلوس يا علي. كفايه. لما يكبر يا علي والجواز، مصاريف الجواز بقت عالية قوي يا علي. لا ومصاريف الطلاق بقت أغلى وأغلى. خلاص بقى يا جماعة أحطوني بنبني. لا 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 لو سمحت يا علي، ده مش كلامنا خالص، ده كلام إنجي. إنجي كانت دايما بتقول إن الأسرة اللي تجيب أكتر من اتنين وجب عليهم خطف التالت. هي إنجي قالت كده إمتى؟ مش عارفة أنا يا كاميليا، الستات اللي بيخلفوا كتير دول عايزين إيه؟ يعني ست من دول تخلف 5 و6 عيال وقال ايه هي كده ايه بتربط الراجل؟ هو الراجل ما بيتربطش اصلا. الراجل من دول اول ما يلاقي نفسه مش عارف يصرف على العيال يروح رميهم للست ويطلقها، ومش بعيد كمان يتجوز عليها. يعني انت شايفه ان احنا نكتفي بعيلين بس صح؟ طبعا يا كاميليا، عيلين كفايه قوي. انا مش فاهمه اللي بيخلفوا 3 دول ايه، ما عندهمش ريحه الدم؟ مش حاسين بالمسؤوليه؟ البلد مش ناقصه يا كاميليا، مش ناقصه. عندك حق. اصلا احنا لو خلفنا اكتر من 2 هنوديهم فين؟ صحيح هنوديهم فين؟ البلد كلها بقت عباره عن طوابير. تصدق يا كاميليا ساعات بحس ان انا وانا داخله باب العماره اوصل لباب شقتي هقف في طابور. فاهم، البلد بقت زحمه على الاخر، مش ممكن. زحمه بس يعني الشوارع بقت عامله زي ما تكون باركينج كبير، ما فيش شارع تعرفي تمشي فيه بعربيتك ابدا. وبعدين لسه قال ايه عايزين يخلفوا التالت. جت هنيله اللي عايزه خلف. بتعملي ازاي كده يا كوكي؟ عايزه اعمل زيك بس يعني كده. عشان كده احسن من كده. مش بقى طعمه. خلاص يا جماعة عندكم حق،
هو لسه ما كملش 40 يوم يعني لسه ما دبتش فيه الروح. يعني انجي ممكن تنزله. انت عايز تموت ابنك يا علي؟ ضناك يا علي؟ ايوه انا عايز التزم بتحديد النسل. عايز ما بقاش مشكله في الازمه السكانيه. انا بعمل كل ده عشان خاطر مصر مش عشان خاطر انا. تعرف يا علي؟ طب والله العظيم احساس جميل قوي ان بعد ما الولاد يكبروا كده شويه ان الواحده تجيب بيبي جديد تفضل تدلع وتنرنج ودي جدي جدي يا خدي يا خدي يا خدي. انت عندك حق يا كاميليا؟ يعني انا بستغرب ايه اللي مزعلك يعني في الخلفه والعيال؟ مش عارف. في حد في الدنيا ما بيحبش الاطفال خالص. يعني انا نفسي يكون عندي عيل والعب بيه. تلعب بيه ايه؟ انت هتخلف دبدوب. لا هيخلف عيل اهطل زيه كده، هيجيب لنا نسخه منه، اصل البلد ناقصه اتنين منك يا سامح. طب والنعمه لما يكبر لخليه صحفي قد الدنيا زيي كمان. صحفي كمان؟ يا المشرحه ناقصه قتل يا اخوانا.